متتبعي مطبخ تقوى جوري، كيف راكم؟ كي دايرين الاحوال؟ طيبين؟ اليوم باذن الله غنديروا حساء بلبوله الشعير، كتجي رائعه ولذيذه. عندي هنا كما كتشوفوا درت الزيت ودرت بصله خضاريه مع القزبر والمعدنوس، بصراحه كتجي لذيذه في هذا البرد. اللي ضاربوا البرد ينوض يديرها، بصراحه كتجي لذيذه واعره واعره واعره، مغذيه ومقويه زوينه بزاف. كيبغيو هاد الدراري الصغار الا ولفناها ليهم كفطور ولا كحساء العشاء، راها لذيذه وزوينه. كما شفتوا هنايا من بعد ما شحرت البصله القزبر والمعدنوس غادي نحك هنايا القليل القليل من السكينجبير طري حتى هو زوين. وهنايا خديت زلافه صغيره ديال بلبوله الشعير الرقيقه طبعا ديال الحساء ولا المتوسطه اللي بينو بين. عندي هنايا القليل من حب الرشيد وغنستعمل الحبه السوداء حتى هي، كتجي رائعه وكتجي لذيذه بهاد المنسمات هادو. راني ضفت الحبه السوداء، ها هي ضفت غير القليل القليل، نضيفو غير القليل القليل، وهادو كيعطيو واحد النسمه ما نقولش لكم لذيذه لذيذه بزاف. عندي هنايا راس ملعقه صغيره ديال الخرقوم وراس ملعقه صغيره ديال راس الحانوت، كيتواتى مزيان مع هاد الحساء بلبوله الشعير. عندي هنايا ورق الغار، ورق سيدنا موسى، كما قلت لكم هذيك البلبوله ديال الشعير ضروري ما نغسلوها مزيان، نزولوا منها الاوساخ والاثربه، وملي كنغسلوها بالماء راه كيطلعوا دوك الشوائب كيطلعوا الفوق، كتجينا ساهله ضروري البنات من الغسيل. صافي كما قلت لكم درت زلافه متوسطه، صافي غادي نحركها غير شويه وبالزربه كتوجد ما كتاخذش لينا وقت كثير. صافي غادي نضيف معاها الماء، ضفت هنايا لتر من الماء حيت راه كتنفخ هاد البلبوله ديال الشعير، راها كتنفخ كتنفخ، وردوا معاها البال مع التحريك المستمر باش ما تلصقش لينا لتحت، وكتواتى مزيان مع هاد البصله الخضاريه. كما قلت لكم هاد الحساء هذا ديال بلبوله الشعير كيتواتى بزاف مع البصله الخضاريه، اكثر هي اللي قطعنا دوك الاوراق ديالها وقطعناهم بكثره وضفناهم فيها، كيجي واحد المذاق مختلف على البصله العاديه الحمراء. صافي انا كنحرك، ضفت ماء غليان، غادي نحرك وغادي نخليها حتى تطيب، ما نسدوش الكوكوط غير كنبسمو الطنجره ديالنا القفاله ديالها وكنخليوها تبقى تغلي مع التحريك باش ما تلصقش لينا من التحت. البنات بما ان رمضان على الابواب حتى هذه راها مغذيه وزوينه، بما ان الغلاء ديال الطماطم نستبدلوها بهذا الحساء الشعير، وراه الحساء الشعير غني ومفيد وفي انواع كثيره 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 بزاف، كل منطقه وكل كل فرد في الاسره، كل زعما كل سيده في المنزل ديالها كتبدع فيه، وكيجي لذيذ بزاف ومغذي. هانتوما شفتوا ضفت الحليب بعد ما طابت مزيان ما كتاخذش الوقت. صافي كنضيفوا الحليب وكنبقاو نحركوا غير يغلي الحليب ونقدموها بالصحه والراحه. في رمضان كننوعوا بها حتى هي الطبله، مره مره ما كنبقاوش نستعملوا الحريره بزاف، مره كنديروا حساء ديال الخضار، مره هاد الحساء ديال بلبوله الشعير، حتى حساء السميد الرقيق حتى هو كنديروه كيجي رائع وكيجي لذيذ ومغذي. وهذه البنات كما كتعرفوا فيها حب الرشيد، فيها الحب السوداء، فيها راس الحانوت، منقولش لكم راس الحانوت ريحته كي تتعطي زاهيه بزاف وفنه. صافي غير كيغلى ليا الحليب، صافي كنحطوها وكنقدموها طبعا مع التمر، وفي رمضان كنقدموها مع الشباكيه اسهل ما يكون. كنتمنىكم تجربوها وكنتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم على قلوبكم، واللي وصل معنا حتى لهاد حتى لهنا ما يبخلش علينا بواحد جيم بواحد الكومونتير، يكتب فيه غير لا اله الا الله محمد رسول الله،
ويتابعونا معنا في القناة باش العائلة ديال المطبخ تقوى جوري تكبر. بفضلكم طبعا وبتشجيعاتكم طبعا، وكنقول لكم مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه.